السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع. هو والمجتمع زي ما عودنا حضراتكم إن هو بيسلط الضوء على الإيجابيات الموجودة في المجتمع. النهاردة معانا إيجابية أنا شخصيا معجب بها جدا وهدعمها في الفترة الجاية إن شاء الله جدا. المبادرة وأصحاب قناة على اليوتيوب حاجات كتير جدا جدا بيعملوها، بيحاولوا إن هم يوصلوا المحتوى بشكل سلس وسهل. معانا ندى، تشرفنا بحضرتك. ومعانا منى، تشرفنا بحضرتك. ومعانا رحمه، تشرفنا بحضرتك. اهلا بيكم في برنامج هو المجتمع. هبدا مع ندى، اتفضل. ايه بقى المحتوى اللي انتوا بتقدموه ده؟ المحتوى اللي احنا بنقدمه هو محتوى تعليمي عباره عن شرحه ومسرحيات تعليميه وكوميديه. انا بشرح اعدادي كلها، تمام. شرحت الصف الاول الاعدادي النحو كاملا، شرحت الصف الثاني الإعدادي كاملا، أنا أصلا في الصف الثاني الإعدادي، وشرحت الصف الثالث الإعدادي، شرحت درسين، أول درس شرحته اللي هو المنادى، وتاني درس البدل، باقي برضو درسين إن شاء الله هشرحهم بإذن الله. هروح لمنى بقى. هما طبعا فتنوا عليكي وقالوا إن أنت صاحبة الفكرة بتاع إنشاء القناة. بجد. إيه اللي خلاكي فكرتي بقى في إنشاء القناة وقناة تعليمية وإحنا لسه بقى في ابتدائي وإعدادي وكده؟ ليه جات لك الفكرة دي؟ اولا انا بحب ابقى مختلفه جدا، فانا حبيت فكره ان انا اعمل قناه على اليوتيوب. واول حاجه انا فكرت فيها ان انا اعملها محتوى تعليمي، ان انا كنت عارفه يعني كنا في حاله كورونا، وقلنا ان التعليم اونلاين ده تبقى حاجه جميله جدا، واحنا طبعا الحمد لله احنا بمجهودنا، ويبقى مفهوش اختلاط. فالسبب ده انا خليت ان انا اعمل قناة تعليمية. القناة بقى اسمها ايه؟ اتعلم مع ندى ومنى البنا. اتعلم مع ندى ومنى البنا. تمام. مفيش رحمة. مفيش رحمة. المرة الجاية بإذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. انت بقى حسيتي ايه بقى من التفاعلات بقى؟ الصراحة يعني احنا الحمد لله كنا طلعنا بنجاح، ونجاح من نجاح ان احنا كنا بنتعب جدا. يعني احنا اول حاجة احنا بنقدم الحاجة كويسة جدا، ان احنا بنعمل بروفات كتير جدا جدا ونتمرر على الدرس. بروفات وتمرين كتير جدا. ومش هقولك بقى لو الدرس فيه غلطة يتمسح كله، وان شاء الله بنعمله بقى تاني عشان نقدم الحاجة احلى واحسن، احلى واحسن للطلاب عشان اصدقائنا كلهم يستفيدوا منهم ان شاء الله. ان شاء الله. هنروح بقى الرحمه اللي هي المظلومه بقى، واللي هي اسمها مش موجود في القناه. لا مش عايز اقول لك. واللي هي قايمه بمجهود جبار في القناه، واللي الناس كلها بتقول لها انت احسن منهم. لا. تعملي ازاي؟ بعمل كده. ايه اللي انت بتقدميه بقى معاهم؟ بقى احنا عرفنا بقى ان في شرح كده بطريقه كوميديه. يعني بنقدم مسرحيات كوميديه ومسرحيات جميلة قوي قوي، وانا بحب المسرحيات خاصة بالشرح والتعليم، صح كده؟ اه تمام. يعني بنحاول ان احنا نوصل المعلومة بطريقة سهلة. وكمان ليها هدف، يعني الشخص اللي بقى قاعد قدامك بيستفيد من غير ما يحس، يعني هو قاعد بيضحك وعرف. زي احنا مسرحية عملناها بتاع ادوات الاستفهام، الشخص اللي قدامك ضحك وعرف ايه هي ادوات الاستفهام، اللي هي عرف يجي حد يساله ايه هي ادوات الاستفهام، افتكر ايه المسرحيه اللي احنا كنا عاملينها، اللي هي عرف ان هي متى واين وكم، يعني كانت بطريقه كوميديه جدا جدا جدا. طب ما الطريقه الكوميديه دي نسمعها من نسمعها من منى بقى. اتفضل. اكيد طبعا انا الخبره في الكوميدي كله ان شاء الله. ايوه بقى ايوه بقى. هي المسرحيه كانت عباره عن واحد بخيل اللي هو انا طبعا. كان شخصية بخيلة اللي هي أنا، وده كان أخويا، ندى كانت أختي، كان أخويا. فأنا كنت مسافر، كنت في سفر، كنت جايب لهم بقى هدايا بقى وأنا بخيل، هم كانوا مش متوقعين خالص بقى، كانوا فرحانين. فأنا دخلت عليهم بهدايا ففرحانين جدا، طلعت لهم مثلا متى، قلت لهم إيه رأيكم؟ ما توقعوش بقى، وفضلت تدعي عليا. فضلت اقول لها ايه ده ايه ده، ما ربنا ياخدك ويريحني منك. وانا بقى وانا عانيت فيها، استفدتي ولا لا؟ اديك استعملتيها. وكنا بنناقش بقى، وعرفت ان هي متى بتيجي مع الزمن او الوقت، كله بقى عرف طبعا. وزي الهدف كان واصل. الهدف كان واصل جدا.
طيب هروح بقى الرحمه بقى اللي هي مكسوفه معانا النهارده بقى. لا مش مكسوفه خالص. مش مكسوفه خالص؟ ده احنا بجد مبسوطين جدا مشرفين بحضرتك طبعا بجد، يعني مش عايزه اقول لك الفرحه اللي كانت جوانا بجد، يعني مش عايزه اقول لك. عرفتوا ان انتوا جايين في هو المجتمع. اه طبعا، ومتشرفين جدا بحضرتك جدا جدا جدا. ده انتوا اللي شرفتوني في البرنامج ومنورني، وده اقل واجب يتقدم ليكم، واحنا كل الدعم ليكم ان انتوا بتقدموا محتوى هادف، محتوى بيخدم. كان ايه الهدف بقى؟ انت اكيد كده وانت بتفكري تعملي القناه بقى كان في هدف معين. اه كان في ان هو كان هيستفيد طلاب كتير جدا، هيستفيدوا اصدقائنا منه. وطبعا احنا انا كتلميذه عارفه بقيه التلميذ اللي زيي، فانا عارفه احنا بنحس بايه وبنعاني من ايه وعايزين ايه، فاحنا كنا بنقدر كنت بقدر اساعدهم وانا واخواتي. طبعا انا بقدم للمرحله الابتدائيه، انا في الصف السادس الابتدائي الحمد لله، شرحت الصف السادس الابتدائي، شرحت فيه النحو الحمد لله كله، وشرحت برضو بعض من الدروس شرحناها على مسرحيات هادفه تعليميه. على سبيل المثال كان واخواتها او ان واخواتها شرحناها طبعا، وزي ذكاء صبي شرحناه عن مسرحيه تعليميه طبعا. كان وطبعا الفانز بتوعي والمتابعين بتوعي طلبوا مني الشرح الصف الخامس. يا عم يا عم متابعين. طلبوا مني شرح الصف الخامس والرابع والثالث، وفعلا انا شرحت، وان شاء الله هنكمل، احنا لسه ما بطلناش ان شاء الله ان شاء الله. وانا برضو بقدم رياضه للصف السادس الابتدائي، اديت فيها وحدتين وان شاء الله هكمل وربنا يوفقنا ان شاء الله. في ناس كتيره طلبوا مني احنا نشرح الازهر من كتر ما مبسوطين. الازهر المنهج الازهري. منهج الازهري من كتر ان هم مبسوطين مننا وشايفين ان احنا بنقدر نوصل لهم المعلومه، طلبوا مننا ان احنا نشرح ايه الازهر. بس ان شاء الله ان شاء الله هنكمل وهنشرح باذن الله كل حاجه يعني ان شاء الله. رده الفعل بقى، رده الفعل كان مش عايزه اقول لك بقى، كنا مبسوطين جدا جدا جدا. انا كنت حاسه ان انا حسيت بمجهودي الصراحه، يعني حسيت بمجهودي. حضرتك انا عندي متابعين كتيره جدا من بره مصر، عندي من الاردن والامارات اكتر من السعوديه. طبعا احنا كلنا واحد يعني. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. شكرا شكرا جدا. احنا بس عايزين نوضح ان هم الثلاثه ما شاء الله اخوات يعني. اخوات جدا وايد واحده طبعا، وبنساعد بعض في كل حاجه. احنا بنساعد بعض جدا، احنا ايد واحده في البيت طبعا، وبنقف جنب بعض. انا طبعا بشكر بابا جدا جدا ان هو كان بيساعدنا كتير جدا، وكان بيقف معانا، وكنا اي حاجه نقولها له، وكان كان بيعودنا على طول ان احنا ما نخافش من الكاميرا، كان بيعودنا على تقديم الحاجه بشكل افضل عشان اصدقائنا يقدروا يستفيدوا منها. فالحمد لله احنا بنشكر بابا وماما طبعا. طبعا بنقدم لهم كل الشكر هنا من برنامج هو المجتمع. طبعا كنت عايزه اقول لك كنا مش خايفين مثلا، لا هو اول مره طبعا كنا خايفين، حاجه طبيعيه. بس بعد مره واثنين وثلاثه واربعه دلوقتي بقينا بقى على طبيعيتنا بقى خالص. احنا وصلنا ل 65 فيديو ما شاء الله. ستة وستين فيديو خلاص، داخلين على 70 اهو فيديو. تمام ان شاء الله. في مده قد ايه؟ في مده 3 شهور ما شاء الله. احنا فعلنا القناه، بس فعلنا القناه في شهر واحد، يعني ده انجاز مش عايزه اقول لك، يعني انجاز بنجاح. كان الاول الناس كتيره، قنوات كتيره بيفعلها بسنه سنتين ثلاث سنين خمس سنين، مش مصدقين ان احنا عملناها في شهر واحد. ودلوقتي احنا وصلنا 16,000 مشترك، ووصلنا ل 100,000 مشاهده في 3 شهور بس. ده انجاز. مدرسه ايه؟ انا البروم بالاعداديه تبع اداره اطفيح. طيب معانا على الهاتف الاستاذ احمد عبد العزيز مدير اداره اطفيح التعليميه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الو استاذ احمد. الو ايوه استاذ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. سعداء يا فندم، سعداء بحضرتك يا فندم، ومتشكرين جدا لاستضافتك لابنائنا البنات الصغيرات بتوع المدرسه يا فندم. ده دورنا يا فندم، ودور طبعا برنامج هو المجتمع تسليط الضوء على الايجابيات اللي موجوده في المجتمع، ودي ايجابيه يا ريت ان احنا نحاول ان احنا طبعا تكون موجوده في كل الادارات التعليميه، ان احنا نحاول ان احنا طبعا معانا التلاميذ
في طبعا في مرحله ابتدائيه ومرحله اعداديه، وبيحاول ان هم يقدموا محتوى هادف، محتوى يساعد زمايلهم. دور الاداره التعليميه يا فندم في حالات زي كده ايه يا فندم المفروض المتبع يعني؟ اولا يا فندم انت عارف حضرتك الظروف اللي هي الموجوده، ظروف كورونا والظروف اللي هي صعبه دي، كانت منها ان بتحول قدرنا تحول الظروف الصعبه الى فرص، وتكون اشياء مبتكره يعني ممكن تخلق من الطالب طالب مبتكر او معلم مبتكر وولي امر كمان مبتكر. طيب هم اتفضل يا فاحنا طبعا لكل جانب من الجوانب دي، سواء جانب المدرسه عليها مسؤوليه، ولي الامر عليه ايضا مسؤوليه، والطالب عليه مسؤوليه. تمام. نحن فعلا تم تحويل الظروف الصعبه دي الى فرص والى نواحي ابتكاريه، سواء كانت من المعلمين او كانت من ابنائنا الطلاب او كانت من اولياء الامور نفسها. تمام يا فندم. احنا بقى هنا بنتكلم عن دور التربيه الاجتماعيه داخل المدرسه، ان المفروض ان هي شافت حاجات زي كده، المفروض ان هي طبعا بتوصلها طبعا لاداره المدرسه، واداره المدرسه بتوصلها طبعا لحضرتك، وحضرتك بتبدا بدورك ان انت للمديريه، ثم ان هي ممكن توصل لوزاره التربيه والتعليم. لو حضرتك شفت المحتوى اللي هم بيقدموه، محتوى ممتاز جدا في ظل 3 شهور وصلوا لحوالي 15 او 16 الف مشترك. تمام. فبنتكلم ان هو معنى كده ان دي حاجه ايجابيه، ليه ان احنا ما نطبقهاش في باقي الادارات التعليميه، وان هم بس محتاجين الدعم، بس ان هم يعني صوتهم يوصل بس مش اكتر. احنا عندنا توضيح ان بندعم كل الناس المميزه دي، سواء كانوا من الاولاد او كانوا من البنات، وكان عندنا امثله لذلك كثيره قوي. احنا السنه دي واخدين اول محافظه على المستوى المحافظه في المجله الالكترونيه. تمام. وخدنا ثاني وثاني جمهوري وثاني جمهوري في المسابقه بتاع المسابقه المجله الالكترونيه الصحافه الالكترونيه. تمام. احنا 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 مش بنهمل اي حد من الجزئيه دي، واحنا عينينا على طول على اهلنا في البرومبل، ودايما في تواصل مع المدرسه ومع الاخصائيين الاجتماعيين، لان من يعني هم كمان يبدو ان الولاد مميزين اسريا كمان، مش مميزين ما شاء الله، هم كمان مميزين اسريا، لان ولي الامر زي ما انت عارف حضرتك هو طبعا هو واحد من المعلمين الزملاء، كمان ولية الامر هي معلمه نشيطه برضه، فقدرت ان هم يطلعوا لنا الثلاثه المتميزات اللي تم حضرتك دول. استاذ احمد عبد العزيز، طبعا بشكر حضرتك على المداخله ديت، شكرا لحضرتك يا فندم. جزيلا. طبعا مدير الاداره بيقول طبعا هو عارف وعارف الاب وعارف الام وعارف كل حاجه ما شاء الله عليه، ملم بكل النواحي. ده بدا من حاله التشجيع، واحنا جدا مبسوطين يعني ان احنا قدمنا محتوى مفيد ومحترم، ان احنا نقدر نساعد بيه. احنا كان معنا فيديو برضه عشان نوضح للساده المشاهدين ايه اللي هم بيعملوه برضه، يا ريت يا جماعه يكون جاهز. تمام. ودي حاجه مفيده ومحترمه جدا ولها هدف، وكمان مفيد جدا للطالب. ازاي مفيد جدا للطالب؟ كل واحد طبعا ليه وجهه نظر. انا من وجهه نظري ان التعليم عن بعد مفيد جدا وامن. في حالات كورونا ده لما يكون الواحد قاعد في بيته، طالب قاعد في بيته ومعاه استاذه، ما سمعش كلمه مثلا يقدر يجيبها تاني، يقدر يبقى في حريه بالاخر كده، يبقى في حريه. وكمان التعليم اللي هو التعليم عن بعد او اونلاين جه في الوقت المناسب، يعني جه في الوقت المناسب، في حاله كورونا ده جه في الوقت المناسب. طيب احنا معانا فيديو برضه هنطلع نشوفه عشان نوضح لحضراتكم هم بيقدموا ايه. هنروح للفيديو وهنرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه اتعلم مع ندى ومنى البنا. درسنا اليوم هو اسمه المثنى في الصف الخامس الابتدائي. عايزه بقى السنه الخامسه كلها تركز معايا عشان الدرس ده سهل جدا ومهم جدا. يلا بقى نعرف المثنى، بس قبل ما ابدا تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه والكومنتات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها. تمام. يلا بقى نعرف يعني ايه المثنى. المثنى هو ما دل على اثنين، بخاطب المثنى المذكر اثنين لايه؟ المثنى المذكر، او اثنتين بزيادة الألف والنون أو الياء والنون.
تمام، او اثنتين، او اثنتين بيخاطب هنا ايه؟ المثنى المؤنث. يبقى تاني ركز معايا، ركز معايا، المثنى هو ما دل على اثنين، اثنين بقى بيخاطب ايه؟ المثنى المذكر. او اثنتين بيخاطب هنا مين برضو؟ المثنى المؤنث بزياده الالف والنون او الياء والنون. اوبا استوب بقى، وعايزاكم ايه بقى؟ تركزوا معايا قوي قوي علشان عايزين نعرف الكلمه المثنى ولما نيجي نحول المفرد للمثنى. معانا هنا كلمات مفرد: الفلاح، المعلم، التلميذ، الولد، الكتاب، المجتهدة. عاوزين ايه بقى؟ نحولهم للمثنى. طيب احنا قلنا المثنى ايه؟ فكرني فكرني معلش. برافو عليك سمعت. ورجعنا لحضراتكم من جديد. طبعا الزميله سمر عبد الله النهارده ما قدرتش طبعا تيجي معايا، واحنا طبعا بنقدم لها كل الشكر وكل التحيه، وان شاء الله تكون معانا ان شاء الله في الحلقه الجايه، والف سلامه عليها. نروح بقى الرحمه بقى. انت مظلومه في كل حاجه، حتى اتظلمتي في الحلقه، كل ما اسالك سؤال هم يجاوبوا. انت بقى بتعملي ايه معاهم؟ بعمل كده. غير كده بقى، غير كده. قولي لي ايه بقى اللي انت بتعمليه؟ بنعمل المسرحيات الكوميديه، ويعني وبنقدم الشرح على تمثيل المسرحيات التعليمية. تمام، شفت خدت منك الكلام ازاي؟ ظلمتني والله. معلش. تمام. يعني حاجات حلوة، وانا اصلا بحب الكوميدي. كوميدي. تمام. كوميدي. وبحب المسرحيات اللي التعليمية. طيب هم ليه ما حطوش اسمك في القناة؟ ده السؤال بقى بصراحة اللي انا ايه سألته بره وبسأله تاني. اشمعنى؟ ندى ومنى؟ رحمة. ليه ما زودوش رحمة؟ يعني عشان دي فشرح وهم اللي يشرحوا فيها. يعني انت ما حسيتيش في كده ان انت كده زعلانة منهم ومتضايقة وكده؟ لا. تمام. احنا ايد واحدة. ايد واحدة يا استاذ عمر. ايد واحدة، وقلت لك ان احنا ايد واحدة في البيت دايما وبنقف جنب بعض. وندى وايه؟ ومنى. ندى ومنى. وبنقف طبعا جنب اتعلم. بعض. اتعلم مع ندى ومنى البنا. اتعلم. حضرتك في شعار احنا متمسكين جدا بيه، ولو تلاحظوا في كل فيديو احنا بنقوله في قناه اتعلم مع ندى ومنى البنا مفيش مستحيل. ده في نهايه الفيديو ولا في اول؟ لا ده في اول، في يعني في اول. هو شعارنا، هو شعار ده دايما متمسكين بيه، وطبعا متابعيني وجمهوري. زي ما قلت لك عندي جمهور كتير جدا. قولي ما شاء الله. تمام. ما شاء الله كده كده الصور كده بتتعرض برده قدام حضرتك. والحمد لله. حضرتك في كومنت جالنا مش عايزه اقول لك بقى، يا لهوي مش عايزه اقول لك اللي حصل. بيقول جالي اهل مصر. هي خطفت منك الكلام. جالي ايه من الامارات. تمام. كومنت ده هنا بتعملوا ايه في الصور دي؟ لو بصيت كده على الصور كده. الصوره دي كنا مقدمينها توعيه للناس، كانت توعيه للناس ان هم ينتخبوا ابن بلدهم اللي هيفيدهم واللي هيقف معاهم. ده كان لعضو مجلس النواب اللي هو الاستاذ احمد سيد ابراهيم. تمام. ده كانت توعيه للناس ان هم ينتخبوا ابن بلدهم ويقفوا معاهم في وقت الشده، هو اللي بيقف معاهم ايه وقت الشده. ما يجروش للزيت والسكر والفلوس، يعني دي كانت توعيه للناس. لا احنا برنامج اجتماعي، مالناش دعوه لا بزيت ولا بسكر. احنا ايه؟ نتعلم مع ايه؟ مع ندى ومنى البنا. مالناش دعوه لا بزيت ولا بسكر. تمام قوي. الصوره اللي بعدها بقى. في ايه هنا؟ ده كان سكتش اسمه هادي الطاقيه. السكتش ده كان عباره، كان انا ومنى اصحاب. تمام. كنا ماشيين عادي واتخبطنا في بعض. تمام. منى بتقول ايه مش تفتح وكده، وانا اقول لها بس اتلكر باحتكار كده، فاهم قصدي؟ باحتكار بقى كده. رحت ماسكه الطاقيه ورحت ايه راميها على الارض. ما شاء الله ما شاء الله. راحت دي بقى عملت زعق وتقول لي انت بتعمل كده ليه وكده، وانا بقى مطنشه بقى، فاهم بقى؟ وانا بقى فاهم بقى. طبعا. وانا مطنشه. تمام. بقى مش فاكرها خالص، وهي تزحق وانا اسكت لها ولا ايه؟ ده انا رحت خلع لها الجاكيته، رحت رميها في الارض على اساس كده ايه بقى انا هضربها بقى. وايد واحده وكلنا ايد واحده يا استاذ عمر، وايد واحده يا استاذ عمر. لا ما هو الهدف بقى في الاخر ان شاء الله. فضل بقى تتخانق معايا وتبص لي باحتكار، ولا فاكراني وانا قاعده من احرق في دمي واخلع الجاكيت واعمل ان انا اضربها بقى واتخانق معاها. وفي الاخر بقى زهقت جدا،
رحت انا جايبه الطاقيه من على الارض، رحت لابساها على شعري، رحت ماشيه. طيب تمام، متسامحه هي. طيب احنا بقى لو هنتكلم انت على المناشده بقى، قلتي لي انا عايزه اعمل مناشده، عايزه تعمليها لمين؟ مناشده دي بقى امنيتي بقى الصراحه، بقى امنيتي جدا 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 للرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا عايزه اقول له كل سنه وهو طيب، حضرتك طيب وعبال مليون سنه يا رب، ويديك الصحه والعافيه يا رب، امين يا رب العالمين. وانا عايزه اقول له تالا انا بنتك من الارياف، ونفسي التشجيع من حضرتك وتقف ايه جنبي وتكون بقى متابع لنا بقى في القناه، دي امنيتي جدا جدا جدا. تشترك لنا في القناه وتتابع. هو يشترك بالقناه؟ يشترك في القناه. هو ده حلمنا يا استاذ عمر، حلمنا بنقول لك ويفعل الجرس. ويفعل الجرس كده. ما ينساش بقى كومنت حلو زيه كده، يعني بجد عايزه اقول له تحيا مصر بيك وبينا، يعني فرحانين جدا جدا جدا، ربنا يوفقه دوما يا رب، ويكون معانا دوما ويشجعنا طبعا، ويشجعنا ويقف جنبينا. وعايز اقول لكم كل سنه وانتم طيب بالمليون سنه. وانا كمان، وانا عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيب، وانا عايزه اقول لكم كل سنه وانت حضرتك طيب، واحنا بنحبه قوي طبعا، وبنشكره على اللي عمله معانا. تحيا مصر، وان شاء الله مصر تكبر بيك وبينا ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. طبعا لو هنقدم بقى الشكر بقى لايه، مين اللي دعمكم بقى في الفيديو؟ طبعا كل الشكر، كل الشكر لبابا وماما طبعا، كل الشكر هما اللي وقفوا جنبينا بصراحه، من الاخر هما اللي وصلونا ان احنا معانا دلوقتي، هما اللي وصلونا لكده بجد. طبعا كنت مصدقه وانت جايه والله والله بجد، بيقولوا لي انت طالعه ايه بعد، احنا بنشكرهم قوي قوي خالص، مع الاستاذ يقفوا معانا دايما. بجد انا مش مصدقه والله، احنا مش مصدقه جدا بجد، انا مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك بجد، يعني كل فخر بجد، فخوره جدا. وعدنا في اوفين واحنا فخوره جدا، وزي ما قلت لك لما حسيت لما جيت هنا حسيت ان اول ما شفناك حبيناك والله. ده احنا اللي حبيتكم كلكم والله، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. واحنا فعلا لان مجهودنا هو وصلنا كده يعني، وان شاء الله احنا تشرفنا جدا بمقابله حضرتك، واحنا طبعا لقينا مجهودنا ولقينا تعبنا، وانا بقى نفسي وامنيه حياتي ان مصر كلها تشترك في قناه تتعلم مع ندى ومنى البنا، وعاوزاكم توصلونا طبعا للمليون كتير جدا، وعايزه يعني قناتنا تنتشر، يعني قناه يعني بجد تعليميه محترمه جدا ومفيده. حضرتك متابعيني وانا بحب مصر، ومصر ام الدنيا. ندى طبعا متابعيني في القناه بيحبوني جدا، وطبعا بيحبونا كلنا، وكومنتات دي هي اللي بتحفزني تخليني اقدم حاجه اقوى واحلى ان شاء الله. باذن الله نتوقع لكم طبعا مزيد من التقدم ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله، واحنا هنا من برنامج هو المجتمع بندعمكم ان شاء الله، ان احنا نظهركم للنور ان شاء الله. وشرف لينا ان انتوا جيتونا، وشرف لينا وانا على المستوى الشخصي الحلقه النهارده فيها حاجه مختلفه، فيها حاجه جميله، نورتين والله العظيم يا رحمه. هم ظلموكي بقى بس معلش. ندى ومنى ورحمه طبعا نورتوني، هختم بقى الفقره دي وان شاء الله تنوروني تاني ان شاء الله باذن الله في البرنامج. شكرا شكرا ليكم، وان شاء الله اتعلم مع ندى ومنى البنا، مفيش مستحيل وان شاء الله. انا على فكره قبل ما ننهي الحلقه انا عاوزه اقول لكم ان بابا زملكاوي طبعا، وان شاء الله كانت في الصوره اللي هي بتاع الاهلي والزمالك ده، كنا تحدي بيني انا ومنى كان مين هياخد افريقيا. طيب احنا كده الوقت بتاعنا خلص بقى معلش، وان شاء الله تتعوض بقى في ايه وقت تاني. عاوزه مصر كلها تشترك لنا في القناه وتوصلنا للمليون، تتعلم معانا ومنى البنا، مفيش مستحيل، تابع قناه تتعلم معانا ومنى البنا، انت هتستفيد. هنروح لفاصل وهنرجع لحضراتكم، هنتكلم عن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء. فاصل صغير ونرجع لحضراتكم، انتظرونا.